اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم بيت عبده وشيم. بس احنا النهارده في 2020 بقينا في ميعاد جديد. يوم الخميس الساعه 5. يوم الخميس الساعه 5 بقينا برنامجكم بيت عبده وشيم. تقدروا تتابعونا من كل اسبوع يوم الخميس الساعه 5. هنبدا حلقه جديده النهارده ونشوف ضيوفنا. مرحبا بيا. طب الاول مرحب بيك دايما يا شيمة. انت يعني في بيتك يعني بيت عبده وشيم. انا لما بتيجي الحلقه انا دايما برحب بيك. دي عنصريه على فكره يا عبده، وانا مش معاك. ماشي يا عبد. الحمد لله بخير. النهارده معانا بقى ايه؟ كالعاده يعني لازم يكون معانا فقره بتاعتنا، فقره الشيف، فقره المطبخ. ومعانا شيف مين؟ معانا الشيف محمد مبارك. محمد مبارك، ازيك يا شيف؟ ازيك يا شيف؟ منورنا. ازيك مبارك؟ بصراحه الشيف اللي معانا النهارده شيف متالق بكل ما يحمل معنى الكلمه. والشيف كمان خريج المدرسه الالمانيه الفندقيه الجونه. مظبوط يا شيف. نورنا النهارده منين بقى؟ من البحر الاحمر الغردقه ان شاء الله. البحر الاحمر الغردقه الجونه بالتحديد. من الجونه. الشيف محمد النهارده هتقدم لنا بقى وصفه ايه؟ نبدا النهارده عندنا ستيك بالمشروم، يعني في المتعارف علينا من البيت الكلاوي، لحمه خفيفه وشرايح ستيك مع المشروم وصوص البني، ومعانا خضار سوتيه والبطاطس هنعملها بسله توابل خفيفه جدا، نشويات برده معانا ان شاء الله. تمام يا شيف، يلا بينا نبتدي بقى. نبدا الوصفه، وبرده هننزل ايه صوره الوصفه معانا للساده المشاهدين علشان يبداوا ايه يتابعوا معانا الوصفه اللي الشيف هيبدا فيها النهارده. تمام يا شيف، هنبدا بايه؟ اول حاجه هننزل بالبطاطس عشان بتاخد معانا وقت. تمام. وبعد كده هنبدا معانا بالخضار. الخضار عندنا البروكلي برضه فيه قيمه غذائيه عاليه، ومعانا الجزر. تمام. معانا دلوقتي في المقادير فعلا نزلت معانا على الهواء عشان اللي عايز يتابع معانا، هو ستيك بصوص بني وخضار سوتيه وبطاطس بوري. المقادير بتاعتنا بتبقى 200 جرام لحمه شرايح وصوص ديمي جلاكس باودر ومشروم وملح وفلفل، والخضار السوتيه جزر وكوسه وبروكلي مسلوق، والبطاطس البوريه معروفه طبعا بالزبده. اعتقد يا شيف الوصفه دي هيلثي شويه. هيلثي جدا وخفيفه لاي حد شغال. مش هيحتاج وقت. طبعا. يعني جزره شرايح لحم موجوده، ما بتاخدش يعني وقت. هي وجبه متكامله، فيها وجبه متكامله وسريعه جدا لاي حد شغال. خضار نشويات بالظبط كده. أوكي. وسريعه جدا وبتمشي مع الاطفال، لان خضار السوتيه طبعا احنا ضعيف ان احنا بناكله، مش بناكله كتير. ففي الوجبه دي هندوس بقى فيه شويه. تمام. يلا بينا نبتدي بقى. تمام يا شيف، نبدا بقى. اول حاجه هنبدا بيها ايه؟ هننزل بالبطاطس عشان بتاخد معانا وقت، وهنبتدي نسلق. اخر حاجه نبدا باخر بيها حاجه ننتهي بيها اللحمه عشان ما تاخدش وقت. هي جايه شرايح وطريه جدا، والصوص هنعمله. اتفضل. تمام. شكرا لله. هنبدا دلوقتي. اشرح برضو للناس ايه واحنا بنبدا. انت حطينا ايه اللي معانا هنا؟ حطينا البطاطس الاول. تمام. قطعناها عشان تستوي معانا بسرعه وما تاخدش وقت. وبعد كده هننزل بالبروكلي. بالبروكلي احنا هنا كده بنسلق البطاطس والبروكلي على درس تي. البطاطس بتنزل في الاول. بس في حله ثانيه لوحدها. في حله ثانيه لوحدها. البروكلي لوحده. البروكلي والخضار الثلاث انواع خضار لوحدهم والبطاطس لوحدها. طب ليه مش مجموعين مع بعض؟ لان البطاطس فيها نسبه نشويات عاليه جدا، تيجي مع الخضار مش هتنفع خالص في السلق. يعني البطاطس عايزه ميه لوحدها عشان نسبه النشويات العاليه اللي فيها. تمام. يعني المفروض كده نبدا كل حاجه لوحدها. بالظبط كده. تمام يا شيف. تمام. وبعد كده قبل ما نبدا نجهز الخضار السوتيه. الخضار السوتيه هكون انا مقطع بصل ومعايا المشروم، وهبتدي في الصوص بتاعي. في الصوص بتاعنا اللي هو الصوص البني بتاع الستيك. ديمي جلاس بالمشروم بتاع الستيك. تمام. تمام يا شيف. تمام. قبل ما تبدا تجهز يا شيف وتبدا نبدا بقى مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده شيماء. ضيفتي الجميله بقى الميك اب ارتست اللي انا دايما يا جماعه يا بنات وسيدات برنامج بيت عبده شيماء دايما بهتم بيكم. يعني مش عارفه والله مين كنت هتعملوا ايه. بهتم دايما يا عبد فقرات الميك اب اللي هو انت حضرتك مالكش فيها اصلا، وبتحبش تكون فيها مش بتعترف بيها اساسا. بتقعدوا تقولوا كلام ما مش انت مش مفهوم مثلا. طيب احنا النهارده معانا الجميله ندى مغربي ميك اب ارتست. نوراني يا ندى. نورك. عامله ايه؟ تمام. تمام الحمد لله. الحمد لله. طب واحنا كمان معانا الموديل الجميله مريم. ازيك يا مريم؟ تمام الحمد لله. طيب ندى، بعد ما شفت اللوك اللي انت عاملاه للموديل كده، كلمينا قولي لنا ايه هي موديل 2020 بالنسبه لالوانات الميك اب؟ هو بصي، يعني في بنات دايما بتبقى العرايس يعني لما بتيجي بتبقى حابه دايما الالوان اللي هي هاديه، وكل واحده على حسب ذوقها يعني. فهي دايما في الشتاء عموما يعني في الوقت ده بتحتاجي انك تبقى الالوان الهاديه اللي هي البيج الكافيه الحاجات دي اللي هي الغامقه الهاديه خالص شويه. مش بينك مش اورنج الحاجات دي برضو بتبقى في الصيف احلى. بس فهو 2020 بتبقى فيها النود اكتر. بس
يعني احنا بنميل في الشتاء الحاجات اللي هي الدرجات الغامقه بالظبط، الغامقه والهاديه كده الهاديه، او الحاجات دي بتبقى جميله جدا يعني. طيب انا عارفه طبعا انت بما انت ميك اب ارتست وكده، واكيد طبعا في عروس بيكلموك يحجزوا معاكي قبل المناسبه، فقبل ما العروسه بتكلمك وتحجز معاكي فعايزين نعرف الخطوه اللي بعد كده، انت بتنصحيها بايه قبل ما تعملي لها ميك اب؟ هو اهم حاجه تكون تعمل تنظيف بشره، لان مهم جدا بيفرق في الميك اب كتير. غير لما بتكون جايه كده من غير اي حاجه بتعملها بيبقى في الفاونديشن وفي الحاجات دي بيبان ان انت بشرتك مش تمام. بس لازم تعمله قبلها بحوالي 10 ايام او 15 يوم على الاقل، علشان خاطر ما تبقاش البشره المسام مفتوحه. بس يعني انت بتنصحيهم ان هم يهتموا ببشرتهم جدا قبل الميكب. ولازم الميه، يعني اهم حاجه ان هي تشرب ميه كتير، لان دي طبعا بتفرق في البشره وفي الشعر كمان تبقى حلوه جدا. تمام. طيب لو نشوف بقى الموديل دي كده، احنا قلنا عملتي ايه وايه اللي باقي معانا هنعمله، ولا هو خلاص كده خلصنا كل حاجه؟ بصي هو يعني مش خلاص قوي يعني. انا لسه ما عملتش الكونتور، لان في بنات كتير قوي بتسال على الكونتور بيتعمل ازاي والكلام ده. وبرده لسه ما حطيتش هايلايتر برده. فاللوك اللي احنا عاملينه بقى ده هو لوك يعني حاساه يعني شويه زفاف، او اللي هو الخطوبه بس اللي هو يعني مش قوي، يعني هو ما ينفعش توريه لانه اوفر شويه يعني. بس فانا اول حاجه بدات بيها في ان انا رطبت بشرتها. بعد كده عملت لها بقى البرايمر، وبعدين حطيت لها الفاونديشن والكلام ده. لو في الميك اب في البشره نفسها في هالات مثلا سوداء او حاجه، في حاجه اسمها كوريكتور لونه اورنج. ده بيتحط، ده بيداري الهالات السوداء، بيداري الحاجات الغامقه اللي في البشره. طب عايزاني يا شيم اقعد ليه وانتوا قاعدين تقولوا حاجات غريبه؟ الكوريكتور ده اللي اعرفه كنت بجيبه زمان امسح بيه. لا 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 اللي هو حاجات وكوريكتور. لا 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 كوريكتور ابيض ده، لا ده بتاع المدرسه. حاجات غريبه، هايلايتر هايلاينر حاجات كده هو ملوش فيها. انا جاي معاك يا شيف، انت ايه الاخبار؟ انا رايح مع شيف. انطلق شيف، ايه الاخبار يا شيف؟ خلينا احنا مع بعض ايه نشوف كده عملنا ايه. هو ده اخر عبده، هو ده اخره. احنا ايه الاخبار معانا يا شيف؟ الجزر معانا، الجزر. طيب هنشوف الشيف عمل ايه. ندى نرجع لك تاني للموديل اللي معانا. اوكي، ثلاث ارباع سوا، يعني بنحاول نحافظ على القيمه الغذائيه بتاعت البروكلي والخضار. يعني المعترف دايما ان احنا بناكل الخضار مستوي زياده، وده لما بنسلقه زياده على اللزوم بيضيع القيمه الغذائيه بتاعته. يعني احنا عايزين نحافظ على ثلاث ارباع. سوتي يعني اوروبا كلها شغاله بنفس السيستم ده. يعني ما تبقاش مستويه قوي يا شيخ. لا لا بحافظ عليها عشان اخد القيمه الغذائيه بتاعتها. القيمه بالظبط عشان ما تنزلش في عصارتها، ما تنزلش فعلا. لما بنروح مطاعم يعني برده بنلاقي فيها السوتيه ما بيكونش مستوي قوي. بالظبط. حرام. انت الجزر ممكن تاكليه على كده، يعني الجزر في الطبيعي احنا بناكله. البروكلي شبيه بالارنبيط كويس جدا، يعني ما فيش مشكله ان هو مجرد ما ينزل الميه بيبقى بلانشيرا او صدمه ميه سخنه بيطلع على طول وما بيستحملش. الكوسه نفس الكلام، بتنزل دقيقتين وميه مغليه وبنطلع بيها على طول. نفس القصه، بس بنحاول ان احنا نحافظ على القيمه الغذائيه بتاعتنا عشان كده ما تتسلقش ثلاث ارباع. بالظبط سوا، وبعد كده نبدا نطلعها ونبدا نكمل. بالظبط كده. ماشي يا شيما، على فكره برضو احنا معانا صور ومعانا فيديو للميك اب لو عايزين يبدا ينزل عشان تعلقوا عليها شيما. طيب اوكي يلا بينا. طيب يلا، في فيديو وفي صور هتنزل معانا، نبدا نشوف برضو شغل الميك اب. تمام يا شفنا. طيب ندى، احنا كنا بنتكلم وبنقول اللوك اللي هو لوك عروسه، انت شايفه ان هو لوك عروسه؟ تمام. لان انا بحب عموما الالوان تكون هاديه في السواريه، في الحاجات دي بحبها تكون رقيقه. ما بحبش اغير ملامح البنت كلها. احنا يعني معانا الفيديو. ده لوك عروسه بالظبط كده. ايوه، فانا مش بحب اغير الملامح، يعني انا بخليها طبيعيه جدا. بس ان هي عروسه. لوك العروسه ده سامبل؟ لا ده لوك يعني عروسه. انا مش عارف، انا الحاجات بتاعتي المطبخ يا عبد ارجوك. انا مش فاهم. طيب مش فاهم بتتكلم ايه؟ خليني انا في انا احب اقلب. انا قلب يا عبد. يعني ده كده لوك عروسه زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. تمام. هو يعني هو لوك عروسه، بس الالوان بتاعته برده هاديه. هاديه خالص. انا بحب اشتغل في الحاجات الهاديه اكتر، مش بحب الالوان اللي هي وخلي بالك ان انت دلوقتي العرايس كلهم اغلبهم بيكونوا عاوزين اللوك كمان هادي والوان هاديه وحاجات كده. لما بتجيلي ببقى يعني انا بحب لما تكون بنت جايه لي انا وهي بنبقى مع بعض صحاب. بتعرفي هي عايزه ايه. بتفاهم معاها واشوف هي عايزه ايه. لو حابه ان انا مثلا اعمل لها حاجه هي عاجباها، في لوك عاجبها بعمله لها. بس لو مش لاقيه على بشرتها او على شكلها بقول لها عليه، يعني اللي هو ده مش هيليق عليكي، انا ممكن اقترح عليكي حاجه احسن. بس كده. طب قومي بقى بينا كده كملي على الموديل الجميله دي وريني تعملي ايه. بصي انا
اشتغلت معاها في الاول خالص، رطبت بشرتها وبعدين عملت بقى البرايمر. برضو البرايمر فيه منه انواع بتبقى فيها ترطيب، برضو نسبه ترطيب، فده اللي انا اشتغلت عليه فيها. طيب. لازم بقى طبعا اهم حاجه، اهم حاجه تنظيف البشره، ده اهم حاجه بيفرق جدا. طيب. حطيت الفاونديشن وبعدين بدات اشتغل في رسمه الحواجب، في رسومات حواجب جديده برضو اللي هي تسالك بقى رسومات الحواجب بقى كلمينا عنها. يعني اللي انا رسمها لها دي رسمه حواجب اسمها هير باي هير، اللي هي تبقى زي شعره وشعره. طيب. مش اللي هي حواجب ان انا غيرت رسمت اللي هي رسمه معينه، لا بتبقى شعره بشعره طبيعيه جدا. هير باي هير اسمها كده. اشتغلت بقى حطيت لها الاي شادو زي ما انتم شايفين كده، و الرموش، الرموش صعب جدا، بنات كتيره قوي. ايوه. بنات كتيره قوي بتسال على ان الرموش ازاي. هو الموضوع برده مش صعب خالص، بس يعني انت حاولي جربي مره واثنين وثلاثه اللي هو مع نفسنا في البيت. تمام. يعني مع نفسنا كده. شيما يعني دخلت في الرموش ودخلت في حاجات كتير والكلام معاكم هيطول، بس أيوه. احنا عايزين نخرج فاصل. طيب. ونرجع تاني. طيب. نخرج فاصل ونرجع تاني، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، لسه مكملين مع الميك اب ارتست ندى مغربي. ندى كلمينا قولي لنا ايه الباقي مع الموديل اللي هتعمليه؟ احنا ما عملناش الكونتور، فهنبدا نعمل الكونتور تاني. تمام. ده الكونتور الباودر. بصي، هو انت دايما بنبدا من يعني اللي هو لازم من فوق كده تبقي في هنا في الحته دي بتعملي بحيث اللي هو ما تبقاش القوره مرفوعه او كبيره، ما تبقاش باينه ان هي كبيره، لازم بتغمقها يعني من فوق كده علشان تبقى تمام ومظبوطه. والكونتور اللي على الخدود بتبقي دايما في عظمه هنا كده عند البشره، بتبقى من اولها كده يعني من عند ورا كده، وبتنزلي بيها كده على الخدود بتاعتها. تمام. طب هي ندى الموضه ان انا اغمق البشره ولا بالنسبه وانا افتحها بالنسبه لدرجه الفاونديشن؟ لا يعني هو مش دايما، يعني مش دايما بيبقى فاتحه، لان على حسب يعني درجات البشره. هي دلوقتي الدرجات اللي هي العاديه بحس اللي هو اللون يكون طبيعي، ما تبانش ان هي اوفر قوي في اللون الابيض، بس هو دايما الالوان بتبقى على البيج احلى. طيب. في الفاونديشن. طيب. لان الفاتح بيقلب بعد كده على جراي، يعني الفاتح بعد كده بيقلب على جراي، فما بتبقاش لطيفه. اوكي. بصي، عند كونتور المناخير بتبقي جايه من اول، من اول فوق من تحت الحاجب كده بالظبط. تمام. لتحت كده. ده لو هي مناخيرها مليانه شويه، لكن المناخيرها بتبقى مسحوبه كده لتحت. طيب. ما بطولهوش، ما بنزلش بيه لتحت الاخر. تمام. طيب. ده اللي هو كونتور المناخير. اوكي. بالظبط كده. كنا بنتكلم من شويه برضو على تركيب الرموش قبل الفاصل. الرموش بتبقي هي مش صعبه، يعني انا كنت عايزه اقول ان هي مش صعبه، بس انت لازم تجربي مره واثنين وثلاثه مع نفسك، هتلاقي ان الموضوع بسيط. تمام. بيبقى اللزق بتاع الرموش بتحطيه عليها، وبعدين بتبدأي تنزلي، يعني اللي هو تحطيه بقى كده من أو من النص الأول، تظبطيه في النص وبعدين تظبطي الأطراف. تمام. وهي كده بتبقى مظبوطة، فهي الموضوع بس في الأول بيبقى رخم يعني شوية، بس بعد كده بيبقى تمام. بتعرفي تظبطيها مع الاستمرارية يعني بتتعودي عليها. بالظبط كده. بس ايه كمان، احنا حطينا هايلايتر. هايلايتر حطيناه. طيب. بس وبعد كده بتظبطي بقى لو في مثلا حاجه بقت منك في الاخر بتمسحيها في فرشه ما فيهاش حاجه خالص فاضيه، بتمسحي بقى الحاجات الزيادات. تمام. لو مخرج ناصر وليد يجيب لنا كده الموديل الجميله اللي معانا عشان نشوف مشاهدينا، نشوف اللوك اللي عاملاه ندى ليها. تمام يا ندى، اتفضلي.
زي القمر يا مريوم. طيب احنا هنا الموديل عشان هي عروسه احنا حاطين لها الهايلايتر، تمام؟ عايزين نعرف بقى الهايلايتر ده ممكن احطه في اي وقت ولا ليه وقت معين؟ لا هو مش يعني بصي الصبح ما يتحطش خالص. بيتحط وانت يعني في فرح، رايحه مناسبه بالليل، هو سهره يعني، هو سهره كنت تحطيه وتنزلي بيه مثلا زي رايحه الجامعه او رايحه الشغل الصبح، كل ده بيجهد البشره اصلا فمش بيبقى لطيف، وبالذات كمان في لو فيها حبوب، لو في حبوب في بشرتها بتظهر جدا يعني، فما بتبقاش لطيفة. يعني نراعي الكام نقطه دول. بالظبط. طيب لوك الجامعه بقى البنات كتير جدا بيبقوا حابين يحطوا لوك جامعه بس مش عارفين يعني يحطوا ايه. بصي هو عموما الصبح ما تبقيش حاطه اي حاجه في وشك خالص من الفاونديشن والكلام ده، دايما رطبي وشك والسان بلوك، في سان بلوك بيبقى فيه فاونديشن، نسبه فاونديشن ده لما بتيجي تحطيه بيبقى باين اللي هو بشرتك عاديه، بس اهم حاجه الترطيب، تظبطي بقى تعملي حواجبك، ترسمي اي لاينر بسيط، روج هادي او كده يعني، ما تبقاش حاطه كتير بالظبط. لكن لو هتحطي بقى الصبح فاونديشن وتنزلي ببرايمر والكلام ده كله بيبقى اجهاد جدا جدا على البشره. على فكره يا شيما احنا معانا بقى لوكات ومعانا صور لكذا لوك، فنبدا نعرض اللوكات دي ونشوف برضو ايه مع صوت المشاهدين عشان يبقوا متابعين معانا. هتنزل معانا دلوقتي. طيب لوكات الصور اللي هنعرضها على حضراتكم دلوقتي ندى عاملاها على العرايس او الموديل اللي معانا، معانا صور على الهوا معانا، ممكن تعلق عليها بقى وتقول لنا ايه كل حاجه. دي صوري ولا كويس؟ طيب اوكي، دي صوري ولا بنوته دي؟ لا ده بصي كانت موديل وانا كنت عامله لها اللوك ده عادي، بس هو اللوك دوت يعني سواري وممكن يمشي لو انا غيرت مثلا لون الروج في صوره تقريبا انا مغيره فيها لون الروج. بتجربي عليها كذا لوك كذا يعني. يعني هو الروج بيبقى بيدي مثلا تخلي بشرتها واللوك بيتغير. وفي معانا صور ثانيه برضه هنعرضها دلوقتي على بس ما يجوزوها معانا. تمام بس ده برضو لوك تاني اهو معانا يا ندى، مش شايفه خالص. طيب عروس بنوته لابسه موف، ده كانت خطوبه. تمام فده اللوك بتاعها. ينفع برضو ممكن يبقى سواري يعني، بس لو انا غيرت اللون الالوان بتاعته لو اديتها مثلا لون بينك هادي، اللون السيمون، الحاجات دي برضو. وفي لوكات تانية معانا، في صور تانية كمان. عايزين نعرض البيج بتاع والانستجرام بتاع ندى، يا ريت حضراتكم تجهزوها معانا. ده البيج بتاعك يا ندى. تمام. اسم ايه البيج اللي اسمه ايه؟ اسمه ندى مغربي. ده الاكونت بتاع الفيس، وفي في بتاع الانستجرام برضه بنفس الاسم. اوكي ده عشان حضراتكم اللي حابب يتابع ندى مغربي كده ظهروا معانا. علشان اللي حابب يتابع ندى مغربي يتابعها على انستجرام او دي على اللوكات كلها معانا اهي. بصي يا ندى. ايوه قبل وبعد. قبل وبعد بالظبط. تمام. طيب تمام. احنا كنا بنتكلم برضو على رسم الحواجب، وقلنا ان احنا الموضه او الشكل الطبيعي للحواجب اللي هي تبان طبيعيه، التبان اللي هي طبيعيه. طيب وكنا بنتكلم بقى عن في سؤال بيبقى حابين جدا البنات يعرفوه، البلاشر. هل دلوقتي برضو بيتحط على حسب لون البشره ولا على حسب اللي بتحط فوق اسمه ايه؟ الايشادو ولا على حسب الروج؟ بصي يعني هو الروج بتبقي مظبطاه مع الايشادو ومع البلاشر برضو يعني، ما ينفعش اللي هو تحطي لون ولون هيبقى برضو اوفر يعني، هيبان ان هو مش لذيذ، فدايما تظبطي الدرجات معاها. طيب شيما للاسف دايما اللحظات الحلوه تنتهي بسرعه فضيفتنا ايه اشكريها ولا حابه تقول حاجه؟ احنا عرفنا منك حاجات كتيره جدا يا ندى، بس في الاخر قولي لنا كانت تحبي تشكري مين؟ ساعدك وساندك يا ندى. بابا وماما يعني هم اكتر حد وقفوا جنبي، وعندي صحابي برده كانوا بيشجعوني على الموضوع ده. انا عارفه ان اصحابك كلهم مستنيينك يا ندى النهارده، شفتي اكيد وكل منتظرك النهارده يا ندى. بس فبابا وماما شكرا جدا 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 ان انتوا وقفتوا جنبي على حاجه انا بحبها. حبيبتي ربنا يوفقك دايما واشوفك كده اكبر واحلى واجمل. ربنا يخليكي ربنا يخليكي. شكرا ليك استاذه ندى. احنا لسه مكملين في المطبخ ولسه هنكمل وصفتنا مع الشيف محمد، بس هنخرج فاصل، استنونا بعد الفاصل، استنوا الضيف الجاي، استنونا.